من مجموعة الفيديوهات اللي عم بنزلها على التشانل عم بشوف انه الفيديوهات اللي عم بحط فيها وظائف او اللي عم بحط فيها شركات او اللي عم بحط فيها اعلانات عن وظائف متاحة في دولة قطر عم بتلاقي رواج بين الناس اللي عم تطلع على التشانل تبعتنا. علشان هيك اليوم كمان انا جايب مجموعة من الوظائف اللي ممكن انها هي تفيد عدد كبير من الناس. اول شيء راح احكي فيه بشكل كثير مباشر، مرحبا جميعا، جاسم مصطفى وفيديو جديد من فيديوهات وظفك. طبعا اول شيء شكرا على 5000 سبسكرايبر اللي وصلنا لهم، ان شاء الله انه بنوصل لاكثر، وان شاء الله انه فعليا تكون فيديوهات عم بتفيد الناس اللي عم تشترك بهاي التشانل. فاذا مش مشترك اعمل سبسكرايب، اذا حاب تعمل لايك اتس جريت يعني، واذا بدك كمان بعتها للناس اللي ممكن تستفيد من هاي الفيديوهات، خلي الناس اكثر تستفيد من الوظائف اللي عم نحكيها في هاي التشانل. وخلينا نبلش. من مجموعة الفيديوهات اللي عم بنزلها على التشانل عم بشوف انه الفيديوهات اللي عم بحط فيها وظائف او اللي عم بحط فيها شركات او اللي عم بحط فيها اعلانات عن وظائف متاحة في دولة قطر عم بتلاقي رواج بين الناس اللي عم تطلع على التشانل تبعتنا. علشان هيك اليوم كمان انا جايب مجموعة من الوظائف اللي ممكن انها هي تفيد عدد كبير من الناس. اول شيء راح احكي فيه بشكل كثير مباشر، شركة اسمها كيو انترناشنال، كي انترناشنال، هي شركة موجودة في دولة قطر، انترناشنال كونسلتنت، موجودة في دولة قطر، بتشتغل في مجال الهندسة والتصميم والبلانينج وإلى آخره والمانجمنت. فممكن انك انت تلاقي وظيفة بشكل كثير سريع ان شاء الله في هاي الشركة اذا اطلعت على الوظائف اللي انا عم بحكي لك اياها. والوظائف اللي عم بحكي لك اياها اليوم هي مش بس مهندسين، هي في اكثر من مجال، طالبين مثلا مساحين، طالبين زي ما عم بتشوف على الشاشة مهندسين، مدراء مشاريع، وطالبين مراقبين مثلا، وطالبين كمان مفتشين في عدة مجالات، كهربائي، انشاء، ميكانيكي. فهاي الوظائف اللي عم تعلن عنها شركة كي، وانا بنصح اي حدا انه يحاول يقدم على هاي الشركة لأنه شغلهم منيح ومعهم مشاريع منيحة في دولة قطر. ممكن أنك تستفيد سواء من ناحية حصولك على الوظيفة أو من ناحية الراتب اللي ممكن تحصل عليه في هذه الشركة، أو من ناحية كمان الخبرة العملية اللي أنت ممكن أنك أنت تكسبها، لأنه الشركة معاها مشاريع ميجا بروجيكتس في دولة قطر وفي دول مختلفة. فبالتوفيق قدم على الوظيفة وإن شاء الله أنك تحصل عليها. والإيميل كمان اللي راح تقدم عليه زي ما أنا حطت لك إياه في السكرين، هو مش إيميل، هو الويب سايت اللي راح تقدم عليه، careers-keoic.icims.com، وهي موجود كمان في الإعلان اللي أنا حاطط صورته على السكرين. فبالتوفيق. طبعا ما بننسى حبايبنا اللي بيشتغلوا في مجال التعليم، فوزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر في الفترة الحالية طالبة ناس للتعيين، بس الوظائف راح تكون للمقيمين في دولة قطر اللي معاهم اي دي قطري، اللي موجودين في دولة قطر في عدة مجالات، طالبين في مجال اللغة العربية، طالبين في مجال الرياضيات، طالبين في مجال الاجتماعيات، وفي مجال الحاسوب والفيزياء والكيمياء والمجالات الحياتية، طالبين كمان في مجال الفنون البصرية إناث وذكور، وطالبين كمان في مجال النطق، أخصائيين في مجال النطق، كمان طالبين في مجال التربية الخاصة. عندهم كمان مجالات تانية طالبين فيها، ادخل على الويب سايت تبع وزارة التعليم والتعليم العالي الخاص بالتوظيف اللي حكيته في مليون فيديو قبل هيك، اللي هو توظيف.edu.gov.qa. راح تدخل على هذا الويب سايت راح تلاقي وظائف وتشوف المجالات اللي مطلوبة في دولة قطر، ودائما بيعملوا لها ابديتس، ودائما مرات بكون عندك ناس مطلوبين من داخل دولة قطر وناس مطلوبين من خارج دولة قطر. والحلو في الويب سايت انهم بيحددوا كمان شو الجنسيات اللي ممكن تكون مطلوبة لهاي الوظائف، والشروط المطلوبة لهاي الوظائف انه بيحكي لك انه انت لازم يكون معك مؤهل بكالوريوس، اكيد لازم يكون معك بكالوريوس في المجال اللي انت راح تقدم عليه، ويكون معك خبرة 3-5 سنوات في المجال اللي انت راح تقدم عليه في مجال التدريس، يكون العمر اقل من 50 سنة، ويكون عندك خبرة في التعامل مع جهاز الحاسوب، وطبعا تجتاز الامتحانات والاختبارات اللي راح يعملوا لك اياها. وهي هي الشروط، شروط بسيطة ان شاء الله انه تكون انت قادر انك تحصل على هاي الوظيفة. فاذا انت حدا عندك خبرة في مجال التعليم وموجود هسه في دولة قطر، والان حاليا انت في دولة قطر، فانطلق وقدم على وزارة التعليم والتعليم العالي، لانه كل موجودين في دولة قطر بحبوا انهم يلاقوا وظيفة في المجال الحكومي، مشان الإجازات، الحوافز، الرواتب، الأشياء اللي بيأمنوا لهم إياها غير الرواتب. فبالتوفيق للجميع. شركة بيطار، مهندسون ومستشارون ومدراء مشاريع طالبين
شخص رئيس اختصاص بخبرة 11 سنة منها 7 سنوات في مجال المساحة للطرق. موجود في الصورة اللينك اللي انت ممكن اذا دخلت عليه اللي هو لبيطار كونسلتنت انك انت تقدم على هاي الوظيفة. فالناس اللي عندهم خبرات في هذا المجال وبهذا العدد من السنوات انطلق وان شاء الله انها تكون وظيفة من نصيبك. وفي معانا اليوم شركة موجودة في دولة قطر اسمها انل او A-N-E-L طالبة immediate hiring، ما في notes period يعني انت مش محتاج وقت عشان تروح تشتغل او عشان تعطي انذار لشركتك وتروح تقدم على هاي الشركة. تفضل وجود NOC وعدم ممانع لنقل الكفالة من الشركة اللي انت موجود فيها للشركة اللي انت رايح عليها، والpositions available للelectrical والميكانيكال. وشو هي فعليا هاي البوزيشنز المطلوبة؟ مطلوب سايت انجينيرز يكون عندهم خبرة في مجال الايربورت بروجكتس، مجال المطارات، طالبين بيم كوردينيترز، واكيد راح يكونوا يمكن محتاجين بيم مودلرز، يمكن بيم مانجرز، يمكن اي حدا بيشتغل في مجال البيم ميكانيكال عفوا او الكتريكال بيقدر يقدم او يتواصل معهم ويشوف شو البوزيشنز اوبن للبيم انجينيرز. مطلوب كمان ديزاين انجينيرز، مطلوب كمان بروكيورمنت انجينيرز لهذه الشركه، تكنيكال اوفيس انجينيرز وكيو اي كيو سي انجينيرز وكوانتيتي سيرفييرز وسيفتي Officers. واضح انه بدهم تيم كامل لمشروع جديد هم ماخدينه راح يوظفوا عليه هاي البوزيشنز. فقدم كل هاي الاعلانات اللي انا محط لك اياها اليوم هي اعلانات المفروض انها جديده لانها بالكثير اكثر واحد فيهم يمكن من اسبوع انا جبته. فقدم وان شاء الله تكون وظائف من نصيبك. المكان اللي راح تقدم عليه لشركه انل في هاي البوزيشنز اللي انا عم بحكي لك اياها حاليا هو عم بطلع معك هلا على السكرين، فبتقدر انك انت تعمل السي في تبعك او اذا السي في تبعك جاهزة بس ابعت على الايميل. اعلان هيك خفيف لطيف مش حاطين فيه اي شروط، بحكي لك مطلوب مهندس مدني او مهندس معماري او الاثنين، مدير مشروع بخبرة 8 سنوات، يقدم على الايميل اللي عم بتشوفه على السكرين. فبالتوفيق. وفي معانا في متاحف قطر، قطر ميوزيومز، طالبة positions open vacancies حاليا موجودة لمتاحف قطر. اي حدا بحب انه يروح يقدم على الشغل لهاي الوظائف. فانا حاطط لك هلا صورة عم تعطيك بس description بسيط عن قطر ميوزيومز، هاي عم بتشوفها على السكرين هلا، فاقرأ هذا description. وكمان اذا انت واحد من positions اللي هلا عم تطلع معك على السكرين فجو اهد وقدم، هذا الاعلان جديد مش قديم. واذا حابب انك انت تعرف عن positions اكثر او تشوف ايش positions اللي لسه open مع قطر ميوزيومز فادخل على الويب سايت تبعهم وشوف ايش الكاريرز اللي اوبن. بس جهز سي في تبعك اذا انت عندك خبره في واحد من هاي البوزيشنز فقدم بسرعه. هلا عشان ما تتخربط كثير فانا حاطط لك في الصوره هلا اللي عم تطلع على السكرين ايش الايميل اللي هم بدهم اياك تقدم عليه اذا انت كنت واحد من الناس اللي حابب انها تشتغل او انترستد في هاي البوزيشنز. اخر وظيفه راح اختم فيها لليوم هي وظيفه في الاردن في الجامعه الامريكيه في مادبا في كليه الهندسه فاكولتي اوف انجينيرنج اند سيفل انجينيرنج تحديدا، طالبين فول تايم ليكتشرر ويكون المؤهل العلمي تبعه ستراكتشرال انجينيرنج. وهاي الوظيفه تحديدا جديده طازجه واخر موعد للتقديم عليها هو 9/8/2020. فاذا انت مهندس مدني وعندك ماسترز في الهندسه الانشائيه او ستراكتشرال انجينيرنج فبتقدر تقدم بشكل مباشر على الجامعه الامريكيه في مادبا. فبالتوفيق للجميع. لهون بدي احكي بكفي اعلانات وظائف في هذا الفيديو، ان شاء الله انه اكبر قدر ممكن من الناس يقدروا يستفيدوا من الفيديوهات اللي عم بحطها بخصوص الوظائف. اذا انت عم بتدور على وظائف في اي مكان فانا عم بحاول اي وظيفة بشوفها مناسبة او بشوفها ممكن ناس تكون انترستد فيها او بتدور عليها عم بحطها في الفيديوز، عم بحط كيف طريقة التقديم لهاي الفيديوز. اذا عم تعرف انت عن وظائف انا مش عارف عنها فبعت لي اياها، تقدر تبعت لي اياها اما على الفيسبوك او على الانستغرام. وكمان بحب انك اذا انت مش مشترك في الشانل فاعمل سبسكرايب للشانل، اعمل لايك، اعمل شير للفيديو، خلي اصحابك يستفيدوا منه. وبشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني. سلام.